اليوم راح تحتفل معاً بتخرج الدفعة 11 في جامعة المستقبل. أعواماً مضت مليئة بالجهد والتعب على طلابنا، وببارك النهاردة للطلاب وبقول لهم إن أنتوا قدامكم مستقبل حلو قوي وإحنا فخورين بيكم. الحقيقة النهاردة أنا أسعد منكم بتخرج الشباب الحلوين دول، وربنا يوفقهم جميعا في شغلهم وفي دراستهم المستقبلية إن شاء الله. Question, to discuss and to adapt to our fast-changing world. We are ready to start our future as we have spent time as a part of a creative, intellectually focused community populated by brilliant, driven people who are passionate about what they do. نبدأ مراسم الاحتفال بخريج الجامعة لعام 2021. سوف نكون دعما لهم وهم دايما دعما للجامعة في محيط العمل والمجتمع. وفقكم الله وألف مبروك لجامعة المستقبل وأساتذة جامعة المستقبل، وأنتم صانعين للمستقبل لأنكم خريجي جامعة المستقبل. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سر الملة. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد.